عندنا نموذج للحين قائم حق الذهب. اي نعم، تكلمت فيه في التحديث الأسبوعي، وللحين أشوف أنه في فرصة للشراء. ما عندي فكرة للبيع إلا إذا كانت المؤشرات الاقتصادية اليوم وباكر ضد الذهب، ولكن للحين أنا أشوف أن النموذج الفني يحترم. خلونا نشوفه، خلونا نشوفه، فوكس ونشوف. هذا راس وكتفين، واضح عندك مستوى 1931 32 هو الكتف، شنو الكتف اليسار. بعدها الرأس راح يكون معتبر مستوى كم يا فاطمة؟ يكون معتبر مستوى 1892. تمام، ونروح عند كتف اليمين، والكتف اليمين مثل ما تلاحظون عند مستوى 1932. يعني شنو؟ يعني فاطمة أي ثبات فوق مستويات 1942 شراء. شنو؟ شراء. وصلت؟ أكيد وصلت.